طيب خبر تاني يمكن هتوقف فيه مع حضراتكم شويه، وفي نقاش كبير جدا جدا طبعا. داني ألفيش طبعا اللعيب الكبير، اللعيب البرازيلي والباك اليمين الطائر، وعودته الى برشلونه. بنقول اجتاز الظهير الايمن البرازيلي داني ألفيش النهارده الكشف الطبي داخل نادي برشلونه تمهيدا لاعلان النادي الكتالوني التعاقد مع اللاعب الدولي المخضرم بشكل رسمي. بقول لحضراتكم النهارده اعلن برشلونه ان يوم الجمعه اللي فاتت خلاص عوده اللاعب السابق من اجل التوقيع معه لنهايه الموسم الحالي في اطار خطه حطها طبعا تشافي المدير الفني الجديد لبرشلونه وعوده داني ألفيش. ده طبعا صوره قدام حضراتكم من اجتياز داني ألفيش الاختبار الطبي او الكشف الطبي ليه طبعا استكمال التعاقد مع فريق برشلونه. اللي عايز اتكلم فيها مع حضراتكم كمان يعني دي طبعا صوره من المستشفى. طبعا هو داني ألفيش راح مستشفى في برشلونه الساعه 9 صباحا النهارده واجتاز الكشف الطبي بنجاح، وبينتظر طبعا ان يوقع العقود بينه وما بين النادي قريبا في وجود طبعا صديق الملاعب لفتره طويله جدا والمدير الفني الحالي تشافي هرنانديز. ويعتبر داني ألفيش زي ما بقول لحضراتكم طبعا احد عناصر الجيل الذهبي لفريق برشلونه، صنع امجاد كبيره جدا جدا مع فريق برشلونه. لكن عايز اتكلم مع حضراتكم في نقطه، يعني داني ألفيش مواليد 83، يعني الراجل عنده 38 سنه. هو زي ما بقول لحضراتكم طبعا لعيب اسطوره، يمكن انتقل لبرشلونه بمبلغ 32 مليون يورو، وخلي بالكم 32 مليون يورو في هذا التوقيت في سنه 2008 كان اعلى او اغلى مدافع في العالم بهذا الرقم. طبعا داني ألفيش في اول سنواته يعني مع برشلونه والجيل الذهبي اكتسح كل البطولات على مستوى الدوري، على مستوى الكاس، على مستوى بطوله كاس العالم للانديه، حقق كمان مع طبعا مع برشلونه السداسيه التاريخيه. برشلونه حقق سداسيه بالحصول على كل الالقاب على المستوى المحلي وعلى المستوى القاري في اوروبا. لكن السؤال، هل داني ألفيش فعلا قادر على المنافسات القويه جدا في الدوري الاسباني؟ طبعا لعيب مميز جدا، لكن دايما اللعيبه البرازيليين بيقضوا فترات في اوروبا وبيرجعوا تاني الى البرازيل، وده اللي عمله داني ألفيش بعد انتقاله طبعا الى اليوفنتوس ومنها لباريس سان جيرمان. انتقل الى سان باولو من سنه 2000 اعتقد 2019 بيلعب مع فريق سان باولو في البرازيل، وفي اعتقادي الشخصي كانت مفاجاه كبيره جدا جدا هو التعاقد مع داني ألفيش في برشلونه، لان زي ما بقول لحضراتكم يمكن سني 38 سنه خلاص غادر القاره الاوروبيه بشكل كبير جدا. لكن تشافي المدير الفني لبرشلونه الجديد بيقول ان داني ألفيش على مستوى عالي جدا من اللياقه البدنيه، لعب اكثر من 76 مباراه خلال الموسمين اللي فاتوا مع سان باولو، شارك كمان في فترات مع المنتخب البرازيلي بشكل اساسي في الفترات اللي فاتت، وبالتالي يعني تشافي بيشايف ان داني ألفيش موجود بشكل كبير مع برشلونه وممكن يكون بدور القائد. حضراتكم عارفين ان فريق برشلونه يمكن متوسط اعماره لا يزيد عن 24 سنه، فممكن جدا يكون في احتياجات على مستوى القياده لداني ألفيش يعني المدافع البرازيلي الرائع في برشلونه في طبعا خلال مسابقات الدوري الاسباني. طيب